السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم على قناتنا ستيب باي ستيب. لو أول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة. هاي أصحابي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه يا شاطرين؟ أخباركم ايه وأخبار المذاكرة ايه؟ يا ترى بنذاكر زي ما اتفقنا ولا لأ؟ أنا واثقة انكم شاطرين وبتذاكروا. طيب بالنسبة للمذاكرة، يا ترى راجعنا الحروف اللي احنا أخدناها المرة اللي فاتت ولا لأ؟ يا ترى أخدنا حرف ايه وحرف ايه؟ شاطر، مين شاطر يجاوب؟ أنا سامع حد عايز يجاوب. تمام، ممتاز. أخدنا حرف ال A وكان عندنا كلمات apple and arm، apple and arm. بعد كده حرف ال B، حرف ال B الخفيفة، وكانت الكلمات اللي أخدناها pole pole، boy boy، والكلمة الثالثة كانت bat bat bat. ممتاز جدا حبايبي، كلكم شاطرين، برافو. طيب يا ترى مين هيخمن معانا الحرف الثالث هيكون ايه؟ بعد ال A وبعد ال B هيكون الحرف الثالث ايه يا ترى؟ نعصر دماغنا شوية. ها، مين هيعرف يجاوب؟ تمام جدا، الحرف الثالث هيكون حرف السي، وحرف السي ده بننطقه كا، بيدينا صوت كا كا. عندنا سي كابيتال يعني كبيرة، سي كابيتال يعني كبيرة، وعندنا زي ما احنا شايفينها قدامنا كبيرة، وعندنا سي صغيرة بنقول عليها سي سمول، سي سمول. يبقى عندنا كابيتال سي وسمول سي. تمام جدا، شكله بقى بيتكتب ازاي؟ زي ما احنا شايفين على الشاشة بيتكتب زي الهلال او نص الدايرة، زي ما السهم رايح هنروح مع السهم. ممتاز جدا. طب يا ترى ايه الكلمات اللي هتبدأ بحرف السي اللي بننطقه كا؟ عندنا كلمة كات كات كات، برافو جدا. الكلمة اللي بعدها هتبقى كار 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 كار، يعني سيارة. الكلمة التالتة معانا هتبقى كلمة ايه يا ترى؟ واو، كيك، تبقى كلمة كيك. نقول مع بعض كيك كيك. ممتاز جدا حبايبي، يبقى كده كات كار كار، الكلمة التالتة كيك كيك. يبقى كده نكون أخدنا حرف ال A وحرف ال B وحرف ال C، A B C. ممتازين جدا حبايبي وشاطرين، أتمنى منكم إنكم تراجعوا حرف ال A وحرف ال B وحرف ال C، ونسمع الكلام مامي ونذاكر، وبإذن الله دايما شاطرين ودايما موفقين. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة، وأشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.